مهرجان الفنون الإسلامية في هذه الدورة ركز على شعار تجليات. شعار تجليات تجلى فعلياً في عدد من الأعمال المشاركة من مختلف الدول العربية الإسلامية وغير العربية وغير الإسلامية أيضاً. إذن هذا المهرجان ركز في هذه المرة على عدد من الأعمال التي أبرزت أهمية وقيمة الثقافة الإسلامية ومدى تأثيرها في الشعوب الأخرى ووصولها إلى الآخر رغم مرور كل هذه القرون. وقفنا على أعمال فنية جميلة ومميزة لشباب قدموا من قارات أخرى، هم غير مسلمين، هم غير عرب، ولكنهم تأثروا بالثقافة الإسلامية بالخط العربي وبالزخرفة الإسلامية أيضاً. سنتابع في هذا العدد الكثير من الأعمال والتفاصيل الخاصة بهذه الفنون الإسلامية. في ساحة الخط دائما كان جمهور الفنون الإسلامية على موعد مع معرض خاص بكسوة الكعبة. الكثير من الصور التي التقطت تاريخيا لكسوة الكعبة في مختلف السنوات والعصور وجلبت هنا حيث كان الجمهور على موعد مع الكثير من التفاصيل والمعلومات. هي كسوة تطرز بالذهب وخيوط الفضة أيضا، واختلفت من عصر إلى عصر ومن فترة إلى فترة. كان الفضول يسكن كل من حضر خلال افتتاح هذا المعرض. هذه كسوة المحمل مثلا نسجت من الحرير الأصفر وكان شعار دولة المماليك وقتها، وعملت الخطوط والزخارف من الحرير الأحمر. هنا مثلا هو وجه ظهر كيس مفتاح الكعبة المشرفة نسج من الحرير الأخضر، وهنا كردوشية من كسوة الكعبة المشرفة طرزت بأسلاك من الذهب والفضة، وهي إحدى الكرداشيات الأربع على أركان الكعبة المشرف. يعني هذه مثلا في العهد الجمهوري المصري مؤرخة بسنة 1962 ميلادي، حفظت في متحف قصر الجوهرة بالقاهرة. أما هذه فحفظت بمتحف طوب قابي بإسطنبول، وحفظت هذه في نفس الشيء في إسطنبول. الصور التي تم جلبها هنا في وشارك بها في إطار مهرجان الفنون الإسلامية جلبت من عدد من الدول، من عدد من المتاحف لتؤرخ لهذه الكسوة، كسوة الكعبة المشرفة.
مهرجان الفنون الإسلامية في هذه الدورة تحت شعار تجليات قدم نماذج فنية مختلفة من عدد من الدول العربية والأجنبية، وحرص الفنانون المشاركون في هذه الدورة على الالتزام بشعار المهرجان وهو تجليات. نتابع بعض أو جانبا من هذا الحفل، حفل افتتاح هذه الفعالية، ثم نعود مجددا لنواصل الرحلة مع الفنون الإسلامية. أنا أعمل في مجال القماش، ويدور عملي حول إعادة رسم الواقع من خلال ما أقدمه. الفكرة هي أن أعكس الواقع من خلال المواد، ويعتمد ذلك أيضا على تصور المشاهدين لهذا الفن ووجهات نظرهم حوله. It's not just the physical, it also lives in the multi-dimensional spaces. It's based on the viewer's perception and perspective and their movement and their context. Okay, for this بالنسبة لهذا العمل خاصة، فقد استخدمت التطريز الفلسطيني، وهو ينبعث من عمق تقاليدنا الفلسطينية. وعملت عليه من دون حاجة إلى عملية التصنيع. فقد تساءلت كيف يمكن أن أحافظ على الثقافة بعيداً عن مفهومها المتعارف عليه، وبعيداً عن فكرة البلد والمجتمع. كذلك يمكننا أن نعبر عن البلد وثقافته من خلال هذا العمل، وهكذا يمكن للثقافة أن تحيا بعيداً عن كونها أشخاصاً ومجموعة من السكان. هذه القطعة كلها قد صنعت بيدي من دون آلة تصنيع. I use a fabric that dissolves in water, so then the fabric disappears and the threads stay intersected. أردت من خلالها أن أتحدى عقلية الأنظمة وأعكس الواقع الحقيقي من خلال القماش والتطريز الذي أستخدمه. How can I challenge those to see if there's other truths that can exist? And so that's how I use the material to question those ideas. ربما استغرقت من 6 إلى 5 أشهر، وقد عملت على الكثير من القطع الأخرى في الوقت نفسه. ولكن أنا أبداً لا أفكر في الوقت حين أعمل حتى أنتهي منه. أعتقد بأن مسؤولية الفنان وخاصة الفلسطيني هي البحث عن طريقة أخلاقية للعمل والتعبير عن مشاعره بعيداً عن الغضب والحروب فقط. فعلى الفنان الفلسطيني أن يعرف ببلده بطرق مختلفة بعيدا عن المعاناة، فهي ليست كل شيء عنا. يعتمد معنى كل عمل أقوم به على المشاهد، فلا يمكن السيطرة على التصور، لا يهم إلى أين ينظر أو ينجذب كمشاهد. How you interact مع الشغل, it will always be different than
someone else, especially with the geometries and the movement and your height. فوجهات النظر مختلفة، وأعتقد أن هذه النقطة مهمة جدا، أنك لست مجرد مشاهد بل أنت كذلك جزء من العمل. The definition of your reality and truth. ولكل مشاهد الحرية في تصور معنى العمل كما يريد. As long as you feel something and you're moved. Il y avait un désir de m'adapter au lieu où je vais exposer. Donc là, on est à Sharjah, aux Émirats arabes, donc d'essayer de m'adapter un peu à la culture. Mais aussi, vu que je peins sur des tapis perses, ça fait du sens. Et aussi, en tant qu'artiste, je trouve ça intéressant de peindre des drapés, du tissu, ce qui a toujours été, dans la peinture académique, intéressant. Oui, bon, mais moi c'est vrai, c'est sûr que je viens de France, mais bon, j'ai toujours grandi aussi avec beaucoup de musulmans, ben justement algériens, marocains. J'ai un peu grandi dans ce mélange des cultures, justement, en fait, qui je trouve est intéressant. Et j'ai aussi toujours beaucoup voyagé, essayé de découvrir les autres cultures dans plein de continents, de pays différents. J'ai beaucoup de bons retours. Des interrogations aussi, tout ce genre de questions sur la culture, sur les portraits, sur pourquoi est-ce que c'est des tapis, pourquoi est-ce que je peins sur des tapis. Moi, en fait, j'ai appris à peindre dans la rue, j'ai fait comme du street art et des murales. Donc je peins avec du spray paint, des canettes, des bombes. Mais bon, ça m'a amené à peindre sur toutes sortes de supports, des murs, des voitures, des tableaux, et j'ai voulu essayer de me différencier par le support. Et d'avoir un support qui ait du sens aussi. Je me suis toujours inspiré des ornements, beaucoup en Espagne aussi, avec les céramiques qui sont aussi arabes à la base, andalouses. J'ai toujours essayé de chercher l'inspiration ailleurs et dans les ornements, dans les patterns. Je suis fasciné en fait par les patterns, enfin les motifs, comme on dit. Et du coup, au début, j'ai peint sur des céramiques en Espagne, puis j'ai beaucoup regardé les tapis. Je trouvais que c'était bizarre comme idée, mais le jour où je me suis lancé, j'ai peint sur un tapis et ça a donné ça en fait. Mais c'est ça, l'idée déjà, c'est d'être original, de faire quelque chose qu'on n'a jamais trop vu et qui... C'est une association d'idées, en fait, de peindre sur un tapis. Et les gens, quand ils voient la première fois, ils ne comprennent pas ce que c'est, ils se posent des questions, et c'est l'effet que j'ai cherché aussi. C'est aussi pour rendre hommage aux femmes qui tissaient les tapis, parce que traditionnellement, c'était beaucoup les femmes qui tissaient les tapis, et qui mettaient des histoires aussi un peu dans les tapis, un peu des histoires cachées avec les motifs, avec les couleurs. Et ouais, en fait, c'est cette créativité féminine que je trouve intéressante. Et de remettre ça à l'honneur sur le tapis, en fait, sur le... Moi, je préfère regarder ça comme œuvre d'art unique, mais en même temps, j'expose ça dans des galeries, et puis j'en ai fait beaucoup, donc il y a un aspect commercial, vu qu'ils vont les vendre dans des galeries d'art, mais c'est des pièces uniques, puis chaque tapis a sa personnalité, et c'est pas comme quelque chose qui peut se vendre en magasin, vraiment. En fait, ça a beaucoup de valeur pour moi. Bonjour, puis mes amitiés à tous les gens d'Algérie. Et les artistes en Algérie, j'espère que vous pouvez être inspirés par ce genre de choses et à votre façon, créer de nouvelles choses et des nouvelles idées qui viennent de votre culture ou d'ailleurs ou de mélanger. لقد أتيت عام 2015 وهذه أول مشاركة لي. This is my second time, and this installation is called Portal. هذا العمل اللي استخلصته من خلال البحث في التصميم الإسلامي في إسبانيا. بحثت في تاريخه واكتشفت أنه يمكننا أن ننقل معلومات بطرق مختلفة من خلال هذا الفن. That there is contemporary continuity with Islamic art and design and its influence in Europe and the West as well. So I'm. ولدت في لندن ووالدتي من باكستان وتراثي باكستاني. Yeah, my heritage is Pakistani. So في الحقيقة هناك ارتباط كبير بين الثقافة الإسلامية والأخرى في بقاع العالم.
أنا متوترة جدا بالثقافة الباكستانية والهندية وخاصة بالتاريخ الاستعماري. Art and design in that region, but also then within Europe because of colonialism and passing objects to museums and also just the movement of people. So التصميم يسمح للناس بالتعبير عن القيم. هو مثل النافذة، كأنك تنظر إلى شيء ما. ومن خلال هذا العمل تحس بأنك تسافر عبر الزمن. That's what it reminds me of when I'm thinking about when in art and design, looking at historical examples. By reconnecting with that, it's almost like كأنك ترتجل من الماضي إلى المستقبل من خلال هذا الفن. That's why it reminds me of traveling through time, but also if you look at the space and like the cosmic universe and the structure. وهناك توافق تام في هذا التصميم بين صناعة الظلال والضوء والانعكاسات. Creating shadows and reflections, and so it's just these kind of different themes that I've been thinking of. Well, my research was from. قمت بالبحث منذ سنة 2018 واستغرقت 5 أشهر لإنجازه على أرض الواقع. And then to create this installation about another 5 months, so it's a long time. وهو تحدي كبير، لكن النتيجة كانت جيدة وكان لها أثر رائع عند المشاهدين. فالناس مهتمون كثيرا بتاريخ هذا التصميم وما تريد إيصاله من خلاله. أمامكم لوحة أريد من خلالها ربط الصلة بين الضوء ودرجة التطور والمعرفة والعلاقة بينهما، وهي تشمل 3 مراحل. الأولى تقوم على الملاحظة والعلاقة بين الضوء والمعرفة وكيفية إقحامهما في الثقافة الإسلامية. والثانية فهم المعارف. وأخيرا استنتاج العلاقة بينهما بين الطرفين. Es la asimilación y la introspección de todo ese conocimiento y finalmente el último periodo como que emerge una. وكيف يتم استخدامها في الأعمال ذات الصلة بالثقافة الإسلامية؟ Y termina representando un poco como un monumento a la incorporación de ese conocimiento en la cultura islámica. أتشرف بكوني جزء من مهرجان الفنون الإسلامية في الشارقة لأكون معرض تفاعلي فني. لما شاركتني فاطمة بكونسبت المهرجان حبيت أنه أتطرق لمواضيع عميقة للإنسان، ففي مقولة أنه لا تأتي البصيرة إلا بالحزن، فما في أقرب حزن أو لينا في الحياة غير لما احنا نحزن ونكون الإنسان يكون في ليلة القدر يشكو إلى الله بحزنه بأشغاله في هذه الدنيا. فهذه ممكن المعرض كله عبارة عن علاج أو مثلا منطقة روحية عشان الإنسان يتذكر ويسترجع إلى قلبه وتذكر الأدعية اللي ممكن تنجيه في ذا الوقت. فليلة القدر هو أكثر وقت الإنسان ممكن يتضرع إلى الله يتفكر وتأتي منه البصيرة، لأننا بشر ما نعرف غيبيات ليلة القدر. فأنا فقط وصلت الشعور وليس شكلية ليلة القدر إلهاما من جدتي يوم كانت تقول لأخوها يا علي وين صليت وين ادعيت ليلة القدر مثلك وعيت.
فما كان مرة تمثيل لليلة القدر، بس كان شعورياً لما تكون في لما يكون في ظلمة وتفتح سجادتك وتقرأ أو تدعي، فكنت أبغى الإنسان حتى لو كان في حياته اليومية يقدر مثلاً يجلس ويدعي، يقدر يستحضر ربه في أي مكان في أي زمان، لأن الدين الإسلامي سلس من ناحية كل شيء، من ناحية صلاتنا، من ناحية أدعيتنا، من ناحية حبنا لله من الداخل. فبس حبيت أوصل هذه الرسالة بشكل عميق أكثر. نوع يعني بعد هذا يعتبر يعني عمل تركيبي غير على الاعمال اللي شفناها في متحف شرق الفنون، غير الاعمال اللي شفناها في متحف شرق الخط كذلك، فيعتبرها عمل تركيبي يعني كثيرة. يعني كل حدا من ذاته يفسر. نحن مخاطبنا فنان، يعني كل فنان صمم العمل حسب فكرته لتجليات، يعني كيف انا كيف استوعبت فكره تجليات، صممت عملي على ما انا كيف يعني فسرت تجليات وقدمت للمهرجان. هناك لجنه طبعا وتترك للمتلقي يفسر. العمل الفني الملوية وثيمة المهرجان هي التجليات. دي المشاركة الثانية أو الثالثة تقريبا مع دكتورة كريمة. الفكرة جت إزاي نحقق ثيمة المهرجان تجليات، وأول حاجة جت في بالنا إحنا الاثنين خصوصا دكتورة كريمة الأول، العمارة الإسلامية والملوية كأقدم مأذنة يمكن عمرها أكثر من 1000 سنة، فإزاي نجسد الملوية في عمل فني معماري في نفس الوقت. بدأنا ندرس شكل الملوية، والمعماري ساعتها فكر في إيه كمأذنة والمآذن تحديداً، لأن هي أكتر حاجة في العمارة الإسلامية تبدأ بصوت الأذان وإزاي التجلي أو سمو الروح في العلو في المآذن، وإزاي المعماري بدأ يفكر في اتجاه الريح وإزاي إن هي يوصل الأذان لأبعد مدى ممكن. بدأنا نجرد المعمار أو الرسم التجريدي للملوية والشكل الإسطواني الحلزوني اللي بيتدرج فيه لأعلى مع الوقت. الملوية كانت مصمطة أو كتلة مصمطة، إحنا حبينا نفرغها وحبينا نعملها من خلال يونتس أو وحدات. الوحدات هي اللي بترسم شكل الملوية بحيث إن هي تكون مفرغة، فالناس تبدأ تتحرك من داخلها. حبيت أنوه هنا أن الجميل أن عملية دكتورة إيمان من التصميم الداخلي وأنا كوني كفنانة تشكيلية في نوع من المكملات لبعض، فالعمل اللي إحنا نشوفه هنا عمل مشترك من حيث الفكرة، من حيث التصميم، من حيث إن الاختلافات مع بعض في الآراء لغاية ما نوصل إلى نقطة إن إحنا نتوافق عليها ونوافق عليها. نلاحظ إن العمل هنا فيه الزخرفة الإسلامية، فيه الملامس، والملابس هذه الملامس هذه ترجع إلى مواد بناء البيوت والمآذن والمساجد في مدينة العراق. يعني حطينا احنا مو بس يعني عملنا انعكاس او شكل مبسط للمأذنة، لا احنا حبينا نحط ايضا روحها من خلال الملامس، من خلال الزخرفة، من خلال الخطوط، من خلال حتى الشكل. ونلاحظ حبيت بعد ان هني انا اشكر هيئة المهرجان انهم حطوه في المكان المناسب، ان اهوى يكون في مدينة خرفكان في جو خارج عن ساحات المتاحف بحيث انه يكون خارجي، لان المأذنة هي فيها نوع من السمو والصعود مع حركة الهواء، فالمأذنة العمل في الفني هذا حركة الهواء
اللي راح تدخل في الزخرفة الإسلامية في ممرات العمل، هذا أيضا تعمل نوع من التجلي والسمو. واستخدام القهوة يعتبر تكنيك من فسيفساء أو الموزايك، ولكن استبدلنا خامة الزجاج والسيراميك بخامة القهوة متعددة الألوان والدرجات. خامة القهوة تعتبر هي المادة الثانية استرادا وتصديرا في العالم بعد البترول، فهي خامة لها عشاق كثيرين ولها محبي القهوة. استخدام القهوة هو تأثرا بالدول العربية والبيئة الخليجية بالتحديد. استخدام القهوة هي مادة صعبة وخامة صلبة، بنشكلها وبنقعد نرص حبات القهوة واحدة تلو الأخرى حتى نحصل على إنتاج أعمال فنية ممتعة ذو رسالة في المجتمع. احنا اعتمدنا على توحيد الخامة في كل الأعمال الفنية، وهي القهوة السائلة وحبات القهوة متعددة الدرجات اللونية الطبيعية. ولكن احنا تناولنا في المعرض الأول باسم فسيفساء القهوة عدة مواضيع مختلفة. خلال خبرة 8 سنوات نفذنا أكثر من 120 عمل متعدد القطاعات والرسائل ومتعدد المجتمعات العربية. على سبيل المثال إن شاء الله معرضنا القادم بيغطي أكثر من 22 دولة، اسمه شخصيات لرؤساء وعلماء وأدباء ومثقفين. في حقيقة الأمر في عدد كبير من اللوحات جاهز لأكثر من 80 عمل جاهزين حتى الآن، ولكن من الجزائر موجود لوحتان تخص التراث الشعبي الجزائري ولكن ليس شخصيات. وخلال فعاليات مهرجان الفنون الإسلامية بإمارة الشارقة كان للجزائر حضورا مميزا ولافتا من خلال تتويجين لمبدعين جزائريين. نتابع هذا اللقاء معهما ثم نعود مجددا لاستكمال الرحلة، رحلة الفنون الإسلامية. بالنسبة للجائزة احتلت المرتبة الثالثة هنا بإمارة الشارقة في محور حرف يدوية. كانت هذه المرة الثانية التي تحصل عليها في هذه الجائزة، كانت في إمارة أبوظبي في نفس العام وبنفس الصورة تحصلت على المرتبة الأولى. وكانت هناك المحور هو الإنسان ونخلة التمر. بما أن الصورة فيها الشخص يمتهن ويحترف هذه صناعة بين قوسين احنا نقول التبش بما يوجد في نخلة في النخلة، وهذه الحرف سبب اخذ الصورة يعني خص على عاتقي تصوير بعض الحرف التي آلت الى اندثار في منطقة في المناطق الصحراوية، ومن بين هذه الحرف هذه صناعة الدبش. بالنسبة للصورة كانت هي صورة عبارة عن إنسان يمتحن هذه الحرفة، أخص من حيث التقنية إني عندها تأطير بما يسمى بالقوس. فرصة سانحة في المشاركة في هذه الجائزة والموسومة بالبحث التشكيلي الحديث في دورته 14 سنة 2023. الجائزة كانت فرصة للتعرف على الدراسات النقدية في مجال نقد الفنون البصرية، وكذلك إلى التواصل والتعارف والارتقاء بنوع من القرب على جميع الفائزين. أكيد لم أكن أتوقع هذا التتويج، والحمد لله الذي من علينا بهذا التتويج
بالبحث المعنون بالترجمة في النقد التشكيلي الحديث إشكالية مصطلح أم أزمة ترجمة. بالنسبة للممارسة التشكيلية العربية هناك الكثير من الممارسين والفنانين بالنسبة للممارسة الفنية، أما بالنسبة للدراسات النقدية في مجال الفنون التشكيلية والفنون البصرية بصورة أعم هناك قلة قليلة من النقاد أو المختصين في مجال نقد الفنون التشكيلية في الوطن العربي وفي الجزائر. نكون صراحة مجال الصورة دائما مجال الصورة فيه نوع من الاستفهام والإشكالية في الوطن العربي ككل وليس في الجزائر. إشكالية الصورة النظر إلى الصورة فيها كثير من التساؤلات الكثيرة. أما بالنسبة للفن التشكيلي في الجزائر الحمد لله برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون وكذلك رئاسة الوزراء مؤخرا فتم إصدار قانون الفنان وإذلك إنشاء قوانين بالنسبة للمدن السينمائية وهذا يعزز دور الفنون بصورة بأصنافها المتعددة وأجناسها. هذه المبادرات جد متميزة للارتقاء بالفنون التشكيلية والفنون البصرية بصورة عامة. دائما بالنسبة للدراسات بصورة عامة سواء بالنسبة للفنون التشكيلية أو الفنون البصرية وحتى بالنسبة للدراسات في المجال العلمي أو الأدبي أو الإنساني هناك دائما مفارقة وهي مفارقة الترجمة. الترجمة لنكون أكثر لنكون أكثر إيضاحا دائما مشكل الترجمة والنقل دائما تبقى هذه الإشكالية مطروحة لأن إشكالية دائما تبقى بين النص في حد ذاته أو المترجم إن كان مختصا أو غير مختص في هذا المجال. الحمد لله المجال دراسات مجال خصب خاصة وأني أشتغل على مجال الهندسة المعمارية والدراسات في الفنون التشكيلية لأني كما نقول دوبل اختصاص ثنائي الاختصاص أو الهندسة أشتغل بالنسبة للهندسة المعمارية والفنون التشكيلية وحبذا أننا أشتغل على قضية النقد التشكيلي في المجال بتوظيف الهندسة المدنية أو آليات الهندسة المدنية في الفنون التشكيلية. هي جائزة متفردة، هي الوحيدة بالوطن العربي الشارق عندها هذه الجائزة اللي هي هدفها إغناء المكتبة العربية بمصادر نقدية تخصصية لطالبين طلاب الفنون الجميلة والباحثين والنقاد. هذا أولاً. ثانياً إحنا آلية أمانة الجائزة في التحكيم إرسال البحوث بدون اسم الناقد أو الباحث وضع رقم، فالمحكم يحكم بالأرقام، يعني البحث رقم واحد والبحث ويتداولون بالأرقام، لكن هم ليس لهم معرفة أو علم عن هوية الناقد وجنسيته وحتى اسمه. اليوم التقوا في الشارقة لجنة التحكيم مع الفائزين، لم نبلغهم عن الأسماء ولا عن الهويات، وهذه آليتنا السنوية منذ إنشاء الجائزة اللي للنزاهة ولتكون الجائزة على مستوى علمي رفيع كمستواها هي كجائزة متفردة، فيجب الآلية أن تكون متفردة. أنا لا أرى هذا الموضوع، أعتقد هو الفن التشكيلي حاضر في كل الفنون، في المسرح هنالك فن تشكيلي وفي السينما وفي التلفزيون وحتى الحياة العملية. أنت في منزلك تضعين لوحة وتضعين فازة وتضعين ألوان. الفن التشكيلي هو أساس وروح مهمة جدا في جميع الفنون. إحنا شارقة نهتم بالجانب النقدي والبحثي والبحوث ليس فقط الجائزة. دائرة الثقافة على مدار السنة تصدر كتب وتعمل على بحوث نقدية وأيضا الجائزة هي أساس للنقد التشكيلي. إحنا نتأمل أن يكون للناقد التشكيلي والفنان التشكيلي مستقبل أوسع وجوائز أكثر وإصدارات أكبر لنغني بها هذه المكتبة. أكيد الجزائر العلاقة منذ سنين بلد شقيق وصديق، وحضرتك تعرفين أنه علاقة حتى العلاقة الشخصية لوالدي كونه مسرحي، وأيضا الفنانين والنقاد والباحثين وفي كل والمسرحيين والسينمائيين نحن نعتز بكم ونرحب بكم دائما.
جزيلا على هذا اللقاء الجميل الذي اعتز به اعتزازا كبيرا. تشرفت بأن أكون عضوا في لجنة التحكيم لجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي، وقد اعتمدت الجائزة معايير مهمة وعلمية رصينة ثبتت من خلال أعضاء اللجنة الثلاثة وتشاورهم دائما وجلساتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقراءة هذه البحوث المرشحة التي بلغ عددها 22 بحثا، قراءة مستفيضة مفعمة بفحص كل الجوانب العلمية والتقنية والجمالية التي نهتم بها كنقد جمالي، وهو ولا سيما أيضا المصطلحات التي تداول بها الباحثين، ووجدنا بأن البحوث الثلاثة الفائزة هي جديرة، وما يدهشنا بأننا كنا متفقين بشكل واسع ومباشر. في الحقيقة تمتعت الجائزة بنوع من الموضوعية والعلمية العالية، لأننا لا نعرف من الباحثين ولا نعرف من أين ينتمي الباحثين، وهذا جزء من رصانة الجائزة. نحن قيمنا بحوثا من دون باحثين، وهذه هي الرصانة العلمية حقيقة، وأغلبها من جميع الدول العربية. أنا البحوث بالنسبة لنا كانت مجرد أكواد، نحن لم نكتشف هوية الباحث، سواء كان الهوية الجندرية كان باحث ولا باحثة، ربما باستثناء بحث واحد ساوشيل يلف معرض الكلامي، ولا هويته القومية. حاولنا كلجنة تحقيم إن إحنا نحقق المعايير العلمية المنضبطة بشكل حيادي مفرط. اجتمعنا بالفعل عبر الواتساب، كنا نتناقش، كل ناقد يعرض مبررات لاختيار هذا البحث. بالفعل البحث القوي بيفرض نفسه لدرجة إن إحنا ثلاث نقاط اجتمعنا دون كبير خلاف على أن هذه الأبحاث الثلاثة تستحق الجائزة. يعني لم يكن بيننا معارضة أيهم المركز الأول وأيهم المركز الثاني وأيهم المركز الثالث. بالفعل كل بحث فيهم طبقنا عليه المعايير النقدية. كان عندنا 22 بحث حاولنا نستبعد من المسابقة الأبحاث التي لم تكن لها صلة بمحوري الجائزة، الترجمة ودورها في نقد التشكيل العربي. المدهش أن طرحه في البحث لم يعني كان يتحدث عن مصطلح التشكيل السردي أو سرد التشكيلي، نكتشف فيما بعد لما تعرفنا هنا أنه كاتب قصة، يعني جاء من حقل السرد العربي، فالسرد باللغة وهنا السرد التشكيلي تحقق في هذا البحث. أيضا تحقق في البحث الثاني باحثين بالفعل لديهم الوعي النقدي ومطلعين على ما توصل إليه النقد التشكيلي العالمي والفن التشكيلي العالمي. كانت تجربة مهمة جدا بالنسبة لي وفريدة، وسعدت جدا بالمشاركة فيها لأني جعلتني أطلع أن هناك فعلا باحثيين لديهم وعي نقد ناضج ولديهم تواصل حضاري مع ما ينتجه العالم من فن ومن نقد تشكيل. من المعارض المهمة أيضا في إطار مهرجان الفنون الإسلامية معرض الزخرفة والخط. طبعا الزخرفة الإسلامية لها سحر لا يضاهيه أي سحر، فقد تأثر بها الكثير من التلاميذ الذين أبوا إلا أن يوصلوا هذا الإرث للأجيال المتعاقبة، هم سفراء للفن الإسلامي الأصيل، أيضا خطاطون من مختلف الدول شاركوا بإبداعاتهم، ولأن الموضوع تجليات فقد ركزوا على الآيات القرآنية التي تجلت فيها قدرة القادر الله سبحانه وتعالى. خيارات الفنانين كان لها ما يبررها، ولذلك سنتابع مثلا هذا اللقاء مع الخطاط التركي فرهاد أوغلو الذي شارك بهذا المعرض في هذه الفعالية. Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خطاط وفنان فرهاد كورلو من تركيا. شاركت قبل هذا المهرجان، لكن أول مرة شاركت بمعرضي الشخصية بعشرين لوحة. وهذا المهرجان جميلة ما شاء الله، يعني مجمع كثير ويوجد فيه فنانين كثير في العالم، ومن كندا، من أستراليا، من فرنسا، كازاكستان، ورأينا أعماله. ويوجد أعمال فنون الإسلامية، وأنا أسمع كل مسجد الكبيرة يوجد درس فن الخط، يعني هذا من جديد. أقدم تقديري وتشكري إلى الأمير، إن شاء الله سيكون جيدا. هذا الأصول أصول القدماء في عهد العثمانية في مساجد التركية، المساجد القديمة نحن نقول المساجد السلاطين، يوجد فيهم اللوحات كثير بهذا الأصول. نحن نقول الزرندوت، يعني اللوحات الذهبية، هذا أصول قديمة يعني. ونكتب على أصول القدماء هذا المرة. لماذا؟ يعني أحرف والمعاني والعبارات أكثره من آيات ومن أحاديث النبوية، يعني مستحق بالذهب والمجوهر. لذلك اسم هذا المعرض جواهر الحروف، يعني المجوهر مشكل بالحروف. الحمد لله كله مفيد. اجتمعنا هنا بسبب هذا المهرجان من كل أنحاء العالم. كما قلت، بعضه ولد في لندن، بعضه في كندا، بعضه في أستراليا، وبعضه أصولهم من بلاد الإسلامية. واتفقنا وجمعنا على فكر واحد، هو فن وأستاتيك، يعني الحمد لله عصرية وتقليدية. أنا أرجو منه فائدة كبيرة جدا.